سيد العزيز، نتحدث بكل صراحة وبكل واقعية بأن السيد الصدر دوما وتكرارا نلاحظه يتخذ القرارات أن يجعل الطرف الآخر في مواقف صعبة أو محرجة. فاليوم السيد الصدر عندما بأنه صدر بمثل هذه التصريحات بعدم خوض الانتخابات أو بعدم الذهاب إلى الانتخابات ومقاطعة الانتخابات من أتباع التيار الصدري، أنا أقول السيد الصدر ليس فقط التيار الصدري، ولكنه بأنه هذه المسائل وهذه الإعازات إلى كل الشعب العراقي، لكون الكثير من أبناء الشعب العراقي يتبعون أو بأنه مع منهاج السيد الصدر بعيدا عن التيار الصدري. وكذلك هنالك حتى بأنه من بعض الأطراف المقاطعة بالانتخابات مثل الحراك الشعبي، مثل الكثير من المسائل، بأنهم الآن يؤيدون السيد الصدر. جانب آخر بمثل هذه المسألة اليوم، بمثل هذه المسألة التي طرحها السيد الصدر اليوم، لكون أنا على يقين قد تم إيصال بأنه الكثير من المعلومات إلى السيد الصدر، بأن بعض الأطراف تحاول من خلال الحملة الدعائية للانتخابات بأن السيد الصدر يدعم جهة معينة أو طرف معين ليس بالعلانية، فأراد السيد الصدر أن يقطع الشك باليقين جملة وتفصيلا. هذا جانب. جانب آخر، نتحدث بكل صراحة اليوم، إذا التيار الصدري وهو يعتبر أكبر قاعدة جماهيرية هو مقاطع إلى الانتخابات جملة وتفصيلا، وحراك الشارع العراقي والأغلبية الصامتة وغيرها وغيرها، من الذي بقي بأنه أن يخوض الانتخابات وإلى آخره؟ فهذه تعتبر نقطة انطلاقة مجالس المحافظات هي ميتة، فكيف سوف بأنه تقوم بأعمالها أو تجرى الانتخابات؟ يعني لربما هو قطع